وهذا حفظك الله سؤال مشابه يقول: إن لي ولدا يجمع الثلاث صلوات في وقت واحد وقد عجزت عن إيقاظه من النوم ونصحه، فماذا أصنع؟ عليك بمجاهدته، وجمعه للصلاة ما يجوز ولا تصح، ما تصح منه الصلوات هذه، كل صلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالصلاة في وقتها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة لوقتها. فلا بد من أن تصبر عليه وأن تلزمه بالصلاة إلزاما ولو بالضرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: اضربوهم عليها لعشر. فما دام أنه في بيتك فهو تحت سلطتك وأنت مسؤول عنه وهو من رعيتك، أصبر عليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.